فقرة كتير حلوة سلمى، بتحمل كتير من التراث وبتحمل كتير من العادات والتقاليد والطقوس، وخاصة بشهر رمضان المبارك بنشهدها بشكل كتير كبير. فمثل ما قلنا تميزت طبعا دمشق عبر الزمن بالتقاليد الروحانية والتراث الديني الإسلامي اللي ازدهرت فيه بشكل كتير كبير، شكل نسيج من العادات والطقوس الداخلة في تكوين الأهل، ومن هي الطقوس مثل ما قلنا الإنشاد الديني. أكيد فرح الإنشاد الديني وكل شيء بيتفرع عن الإنشاد الديني من طرق الآذان والأذكار والتوشيح الدينية الخاصة بالمناسبات وغيرها من الأناشيد. طبعا رح نتعرف أكثر على الإنشاد الديني ومراحل تطوره ونستمع لبعض الأناشيد الخاصة بشهر رمضان المبارك مع ضيوفنا لليوم المنشد عمار بوز العسل والعازف حمزة زريع. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم ورمضان كريم ينعاد عليكم يا رب بكل الخير. والسادة المشاهدين بكل خير. هلا قبل ما نبدا بالحديث عن تاريخ الانشاد الديني وكل هاي التفاصيل، حابين نسمع شيء من حضرتكم. في الليل سر البوح قد انعش الوجدان، ارجعت فينا الروح جددتنا رمضان. في الليل سر البوح قد انعش الوجدان، أرجعت فينا الروح جددتنا رمضان. هو فرصة المشغول من قد شغل بغير الله، هو بلسم المعلول من هم الدنا أعيا، هو فرصة المشغول من قد شغل بغير الله، هو بلسم المعلول من هم الدنا أعيا. تهدي وتؤاوي رمضان داوي قلب البعيد المذنب، رمضان داوي العقل اهتدى لدين الهدى والقلب برؤيته سعيدا. توحيدك ربي يمنحنا إيمانا يسعدنا أبدا، وعماد الدين بصلاة يسمو بالروح لأعلى مدى، والله كريم يرحمنا طوبى للقلب إذا لزم. رمضان أتى والبشر بدا والكل بطلعته سعادة، هيا لنشمر عن جند ونعد العدة والعتدى. رمضان فيه قد صمنا وذكرنا مولانا الصمد، شهر الرحمات لمن شهد. طوبى للقلب ما جحد. يعني كتير حلو، وبداية يعني عم نشوف كمان أناشيد جديدة، يعني يمكن الناس متعودة على أنشودة أو اثنين مرتبطين بأذهاننا بشهر تمام. رمضان المبارك تمام. رمضان وأقبال وغيرها من الأناشيد اللي قربين عليها تماما اللي قربين عليها، ولكن هلا عم نشوف شيء جديد عم يتقدم غير عن المألوف. يعني خلينا نحكي أكثر. تمام، بداية الإنشاد هو مو عادة وليس موروث سابق. صحيح، هو عبارة عن انسجام بين اللغة واللحن تسبيحا لله سبحانه وتعالى ومدحا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما رشح سيدنا بلال الحبشي لأداء الأذان لقوة صوته ولمذاوة صوته، كمان سيدنا حسان بن ثابت كان يهجو من يؤذي النبي والمسلمين، وكان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويناجي الله سبحانه وتعالى بقصائد تناجي وحدانيته. في قصيدة كمان شهيرة له: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عين، كأنك قد خلقت كما تشاء. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم
استقبلوا المهاجرين بإنشاد كمان. نشود لوقتنا هذا كمان بنقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. فالإنشاد من عهد النبي ولا يومنا هذا، وبيتطور مع تطور كل شيء قابل للتطوير. صحيح. حمزة عم نشوف هي الأناشيد بكلماتها ومعانيها العريقة، خلينا نقول معانيها رائعة، يلي أكيد هي بتنشر جو من الأمان والطمأنينة. اليوم لما بيرافق المنشد عازف، قديش هذا الشيء كمان بيعمل شيء من الانسجام والتوازن، وبيزيد الأنشودة من الفرح والانتشار بين الناس. هلا طبعا بدنا نشتغل شيء يكون حلو، يعني فما فيك يعني يكون انشاد لحاله مثلا سادة او هيك، ايش بده يكون معه آلات؟ فما فينا ننزل آلات نحن مثلا موسيقية او كذا، ما عندنا غير الإيقاع، دف، رق، كاتم مثلا، القصص بالأناشيد موجودة كثير يعني، وطبعا الكل بيستخدمها. طيب خلينا كمان نستمع لأنشودة إذا بتحب من شيء جديد أو إذا بتحب من الأناشيد اللي متعودين عليها. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. رمضان حبيبي قد عاد، وحنين الروح له زاد. المسجد ردد في فرح، رمضان تجلى وابتسم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. وصلاة الله على طه، هو خير الناس وأزكاها. وصلاة الله على طه، وخير الناس وأزكاها. وأبي بكر بخلافته قد ضاء الكون وحلاها. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. تسلم هالتم وتسلم هالإيدين. ومنرجع شوي للإنشاد، خلينا نحكي عن الشام بالتحديد. في شيء بيميز الإنشاد الديني بالشام عن باقي إذا بدنا نقول المحافظات أو بمختلف أنحاء العالم، شو رأيك؟ تمام. والله أهل الشام معروفين بحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، معروفين بتمسكهم بدينه. سبحان الله الإنشاد موظفينه يعني عندهم مناسبة بيعملوا مولد، عندهم مولود جديد بيعملوا مولد، جاي حج من الحج، يعني أفراح وأتراح في إلا ما يكون في مولد، يعني يساوي مولد بهالمناسبة يعني. وهي خلينا نحكي كمان عن الأسلوب اللي يستخدم بالإنشاد، إن كان من الكلمات وإن كان حتى من الموسيقى، يمكن تختلف شوي بين البلدان، بتتميز. بنشوف دمشق إلى أسلوبها الخاص، غير الإنشاد بالمغرب، غير الإنشاد بمصر. تمام. وبيصير دائما كان مهرجانات عربية وتشارك بلاد الشام بالعموم بتشارك فيها، وكان إلى تميز وحضور بالساحة على الإنشاد الديني. طبعا الإنشاد الديني يعني مشهور بالموشحات الدينية، بالتراث، بأشغال ملحنين أمثال عمر البطش وزهير منيني. كجيل جديد كيف تحاولوا خلينا نقول تعملوا شيء بصمة خاصة، أو بتضلوا ماشيين فقط على القديم؟ نحن والله بالأفراح يعني بالمناسبات نشتغل شيء قديم ونشتغل شيء جديد.
يعني كمان العالم تسمع شيء جديد قديم 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 بدها تسمع شيء جديد يعني كلمة كلام جديد لحن جديد كمان بيلقى قبول للمستمع يعني. حابين نسمع منكم كمان شوي لبر كمان عزبناكم وصايمين يعطيكم ألف عافية بس كمان حابين نسمع منكم. أتدري يا رسول الله بأن الحب عنواني فأنتم يا رسول الله ملكتم كل أركاني ملكتم قلب خادمكم كذاكم جسمه الفاني وأما روح خادمكم تطوف بكل وجدان نحبك يا رسول الله نحبك يا حبيب الله بعلمي القاصي وداني حبك يعني جبر الخاطر انت جبار الخواطر مولدك زهر بشاير يا رسول الله حبك يعني جبر الخاطر انت جبار الخواطر مولدك زهر بشاير يا رسول الله يشفى القلب بذكرك انت حبيبي يا طه بذكرك طبت احبك اودك يا حلو يا زين عنجوم الليل يا مسهرت انت قلب قلبي انت حبيبي يا طه بذكرك طبت احبك اودك يا حلو يا زين عنجوم الليل يا مسهرت يا دمعتي يا دمعتي لا تنزلي قلبي عليهم يغلي غلي أحبهم أودهم لآل البيت هم أحبابي وهم أهلي وجهه فقلب دورا زاده المولى سرورا وجهه فقلب دورا زاده المولى سرورا ولا ظل له بل كان نورا الله الله تغار الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل الله 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 عليك يعني عن جد اخذتنا هيك مثل ما بيقولوا دائما الانشاد فيه روحانيات بياخذنا لمعاني كثير كبيره واطيب الصلاه والسلام على رسولنا محمد خير الانبياء خلينا نحكي كمان عن المناسبات يعني هلا نحن برمضان الكريم اكيد بيكون في عندكم عدد من المشاركات ممكن تشاركوا مع فرق ايضا للانشاد الديني خلينا نحكي عن ابرز مشاركاتكم
نحن شاركنا رمضان الماضي بقناة سما بسهرة رمضانية، وقبل منها كمان بقناة سوريا دراما، وفيها خيام رمضانية كمان بنشارك فيها بعد الإفطار وبعد التراويح كمان. السنة الماضية يعني كان لنا مشاركات بمطاعم. حلو. وهي بشكل عام هيك. يعطيكم الف عافيه، بنتمنى دائما نسمع هذا الصوت الحلو وهذا العزف المتميز. حمزه، بدنا نحكي شوي مثل ما قال عمار، الناس دائما بتحب تسمع شيء جديد اللي بيتعلق بالايقاع، قد ايه بتحاول تجدد لحتى نحن شوي نرضي مثل ما بنقول الاذواق والعين الاذن يلي بتحب تسمع دائما كل شيء جديد، مع نحاول انه نحن كمان نحافظ على اي شيء تراثي او اي شيء الناس بتحبه فعلا وتعودت عليه. تمام. هلا مثل ما تكلم اخي عمار قبل شوي انه على زمان سيدنا النبي وقت طلع البدر علينا والنشيد كانوا يستخدموا دف عادي، فمع التطور لقدام يعني صرنا ننزل مثلا مثل ما عم لك الهات اسمه رق، مثلا نزل رق، نزل جهاز كهرباء، نزل رتكاتم، نزل هيك الات يعني. هلا اللهم صل على النبي، هدول الات يعني شلون بدي اقول لك، يعني هن ما فيهم شيء تمام، بس كمان محافظين على اللي قبلهم. يعني هلا مثلا هاد فيه شيء من اللي قبل، فيه شيء من التطوير والتحديث. يعني شو التجديد اللي فيه؟ هلا مثلا من زمان كان بس جلده، لا في صنجات مثلا، لا في خلخيل، لا في القصص، هلا هدول كلهم موجودين. طبعا ما فيهم شيء يعني لا حرام، ولا حتى بنستخدمهم بالجوامع يعني وقت الحفلات عادي كمان. حلو. طيب خلينا كمان ولو بدنا نعذبكم، ولكن احنا هيك اليوم حابين قدر ما بنقدر حتى نمتع مشاهدينا اكيد بالانشاد الديني. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك. ربي سبحانك، خفف عن قلبي أوزارا، وامنحني نورا وطهارا، خفف عن قلبي أوزارا، وامنحني نورا وطهارا، لأجاهد نفسي الأمارة، فتعود لذلك مختارة، وامنحها أمنك وحنانك. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك. ربي سبحانك، رباه ارفع غضبك عنا، واقبلنا وتقبل منا، رباه ارفع غضبك عنا، واقبلنا وتقبل منا، رباه ارفع غضبك عنا، واقبلنا وتقبل منا، فلوجهك ربي أسلمنا، ولوجهك أحسننا الظن، فامنحنا أمنك وحنانك. أدعوك لترحم أبوي، فهما سر رضاك علي، أدعوك لترحم أبوي، فهما سر رضاك علي، فاغفر لهما ما تعلمه، ما ظهر وما كان خفيا، وامنحهم أمنك وحنانك.
شكرا كثير لكل كلمة وللصوت الحلو. شكرا لك كمان حمزة على العزف الحلو كمان. سعيدين كثير انه كنتوا ضيوفنا لليوم، وبدنا نتمنى لكم اكيد كل التوفيق، وبنرجع بنقول رمضان كريم ينعاد عليكم وعلى عيالكم وعلى كل الناس اللي بتحبوهم. شكرا لكم. شكرا لكم لوجودكم معنا، ورمضان كريم ينعاد عليكم. شكرا.